السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم. درسنا لهذا اليوم إن شاء الله سوف يكون الدول النامية، من مقرر أجرى 214 قضايا ومشكلات معاصرة للصف الثالث ثانوي. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يتعرف مكونات المجال العالمي، يتتبع مراحل تشكل المركز والأطراف، يميز بين ثنائية المجال الجغرافي في الدول النامية، يقارن بين تحولات المجال الجغرافي في الدول النامية والدول المتقدمة. من خلال المقدمة التي أمامك، تصنف بلدان العالم إلى بلدان متقدمة وأخرى نامية، ولأن اشتركت البلدان النامية في العديد من السمات فإنها ازدادت تمايزاً. ما هي التسميات التي تطلق على هذه البلدان فيما يتمثل دورها في التقسيم الدولي للعمل، وما هي خصائص مجالاتها الجغرافية؟ عزيزي الطالب، نستعرض الآن النشاط الأول. من خلال النشاط الأول نشاهد أن هناك خريطة، هذه الخريطة تمثل مكونات المجال العالمي. من خلال الخريطة التي أمامك أذكر ما يلي: دول الثالوث، أصناف الدول النامية. من خلال النص الذي أمامك عزيزي الطالب، لمدة من خلال دقيقة واحدة استخرج من النص خصائص كل من الدول المتقدمة والدول النامية. نستعرض الآن إجابة النشاط. كما ذكرنا سابقاً ومن خلال الخريطة التي تم عرضها، دول الثالوث هي الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان. أصناف الدول النامية هي البلدان النفطية، البلدان ذات مؤشر تنمية متوسط، البلدان الأقل تقدماً، أما البلدان الصناعية الجديدة. خصائص كل من الدول المتقدمة والدول النامية: الدول المتقدمة هي مصدر للتقنيات على أنواعها، تتراكم فيها الرساميل، تتخذ القرارات الاقتصادية والسياسية الكبرى في العالم. تضم كذلك دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا وروسيا الاتحادية. أما خصائص الدول النامية فهي تستورد التكنولوجيا والمواد المصنعة والرساميل، كذلك تضم دول غنية كالدول النفطية من ضمنها دول الخليج العربي، كذلك الدول حديثة التصنيع، كوريا الجنوبية والبرازيل وسنغافورة ودول فقيرة مثل أثيوبيا.
ننتقل الآن إلى النشاط الثاني. عزيزي الطالب، أمامك مجموعة من التعريفات، صنفها وفق الجدول التالي: المصطلح الجنوب، الدول الأقل نمواً، الأطراف، والعالم الثالث. ننتقل الآن إلى الإجابة: الجنوب هو مصطلح جغرافي أملته مواقع الدول المتقدمة والنامية على الكرة الأرضية. أما الدول الأقل نمواً هو مصطلح يستعمل من قبل بعض المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة والأوساط الدبلوماسية. أما الأطراف فهي البلدان النامية التابعة للمركز حسب نظرية المركز والأطراف. أما العالم الثالث تسمية وضعها عالم الاجتماع الفرنسي ألفريد سوفي عام 1952 ميلادية لتمييز بلدان العالم التي لا تنتمي إلى العالم الغربي الرأسمالي وإلى العالم الاشتراكي. ننتقل الآن إلى النشاط الثالث. من خلال المستند الذي أمامك، كما نلاحظ أن هذا المستند يمثل المراكز والأطراف، في حين أن اللون الأصفر يمثل المراكز، أما اللون الأخضر فهو يمثل الأطراف. من خلال الشكل أجب عن الأسئلة التالية: ما هي بلدان المركز؟ ماذا يقدم المركز إلى الأطراف؟ بماذا تصف علاقات التبادل بين المركز والأطراف؟ بلدان المركز هي الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الاتحاد الأوروبي، البلدان في طور الانتقال الاقتصادي، البلدان المتقدمة الأخرى. 2- يقدم المركز إلى الأطراف تكنولوجيا، رساميل، إعلام، هندسة، أسلحة، منتجات صناعية نهائية. أما بالنسبة لعلاقات التبادل بين المركز والأطراف هي علاقات تبادل غير متكافئة. ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى النشاط الرابع، من خلال المستند والذي يمثل مراحل الدول النامية. اقرأ الجدول ثم أجب عن الأسئلة الآتية: أين انطلقت الثورة الصناعية الأولى؟ حدد السمات المميزة للمرحلة الثالثة.
انطلقت الثورة الصناعية الأولى من إنجلترا. من السمات المميزة للمرحلة الثالثة: 1- تخصص العديد من دول العالم النامي في إنتاج معين أو وظيفة اقتصادية محددة. 2- ازدهار التجارة بين البلدان الأوروبية الاستعمارية وبلدان العالم النامي. 3- تركز الشركات متعددة الجنسية في البلدان النامية لرخص الأيدي العاملة. 5- احتفاظ دول المركز بالسيطرة على التكنولوجيا وأسواق المال. وأخيراً الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية. ننتقل الآن إلى النشاط الخامس. هناك العديد من العبارات التي أمامك عزيزي الطالب. هذه العبارات تمثل خصائص المجال الجغرافي في الدول النامية. معك دقيقتان للتمعن في هذه العبارات، ومن ثم قم بتصنيفها إلى مجال جغرافي حديث ومجال جغرافي تقليدي. ننتقل الآن إلى الإجابة: المجال الجغرافي الحديث والمجال الجغرافي التقليدي. المجال الجغرافي الحديث هو مجال ناتج عن العلاقات التبادلية مع الدول المتقدمة، في حين أن المجال الجغرافي التقليدي هو استمرار للاقتصاد الاكتفائي الذي كان سائداً قبل الدخول الرأسمالي إلى الدول النامية. من خصائص المجال الجغرافي الحديث مجال المناطق الحضرية، وأغلبها مدن مرفئية أو عقد مواصلات نمت بفعل نشاطات الاستيراد والتصدير، وتوجد فيها صناعات متنوعة وتتمتع بالخدمات المتنوعة، وتسهل فيها المواصلات والاتصالات. أما مجالات الزراعات الحديثة التصديرية مثل مزارع الأناناس والموز، وهي مجالات مندمجة في السوق الدولية أحدثتها الشركات المتعددة الجنسيات. أما المجال الجغرافي التقليدي، هو مجال محدود المواصلات وقليل الإنتاجية وغير قادر على منافسة القطاع الحديث. يوجد في المناطق الداخلية أنشطة تقليدية حرفية موروثة تمارس فيه زراعة تقليدية تشمل الأغلبية من المزارعين الذين يملكون مزارع صغيرة ومتوسطة تعتمد طرق ووسائل إنتاج تقليدية. يعاني من نقص في الرساميل والأيدي العاملة نتيجة النزوح من المدن. أما الآن ننتقل إلى تحولات المجال الجغرافي في الدول النامية. تحولات المجال الزراعي: انتشار المزارع المندمجة في السوق العالمية، تعرضه لإصلاحات زراعية أو ثورات خضراء، بروز وظائف جديدة لم يحدها الريف من قبل مثل الصناعات الغذائية، تواصل النزوح الريفي، تراجع في نسبة النشيطين في الزراعة، رافق ذلك تحول في التركيبة المهنية لسكان الأرياف، انتشار ظاهرة الإقامات الثانوية والتمدن الضاحوي. أما تحولات المجال الحضري،
نشأة بعض المدن واتساعها حول محطات سكك الحديد، نشأة المدن المرفئية ونموها على حساب مدن الداخل، تحول طرق المواصلات من نقل المواد الأولية إلى محاور جاذبة للسكان، بروز ظاهرة السوحلة، بروز تراتب حجمي مختل للمدن، انتشار أنشطة القطاع الغير مهيكل أي الطفيلي في أغلب المدن الكبرى. ومن هنا أعزائي الطلبة انتهى الدرس لهذا اليوم، تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد.